لوي فونتي اللاعب القادم من فريق بنفيكا كإعارة يتمكن من فتح باب التسجيل، وأخيرا يتمكن فريق براغا من فتح باب التسجيل برأسية جميلة التقدم 1-0 لفريق براغا. إذا التقدم مستحق لما قدمه هذا الفريق. ها هو المساعد المدرب الشاب الذي يعبر عن فرحته. 2-0 هذا ما توقعناه. جميل جدا جميل جدا. أحمد حسن اللاعب البديل اللاعب المصري يتمكن من إضافة الهدف الثاني لفريق براغا. 2-0 وشاهدنا باولو فرانسيسكا المدرب يعبر عن فرحته بعد هذا الهدف. هدف جميل. والتقدم وتغيير اللاعبين في الهجوم كان تغيير موفق بالنسبة للمدرب باولو فرانسيسكا. هكذا إذن براغا.